بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا وسهلا فيكم. كلمتي مع بداية هالصوم أنه الصوم هو بالحقيقة صوم بين عرسين، عرس قانا الجليل وعرس الحمل اللي هو بنهار الجمعة العظيمة. شو حلو أنه نعرف أنه الصوم منه حالة قصاص أو حالة أنه واحد بده يعبس وبده يربي دقنه وبده يصوم عن كل شيء فبده يمتنع، يعني منه هيك. الصوم جهاد صحيح، الصوم هو علاقة اكتشاف، هو مسيرة، مشان هيك نحن سميناها الصوم مسيرة سينودوسية، يعني أن نمشي مع نحو القيامة. مشان هيك بتشوفوها هيدي المسيرة كل العالم معنيين فيها، معنيين فيها الأساقفة البطاركي، معنيين فيها الكهنة، معنيين فيها الرهبان الراهبات الجنود، معنيين فيها شعبنا، معنيين فيها رؤساء كمان، حتى الصغار الكبار الشبيبة، حتى المعاقين مثل ما بتشوفوا بهيدي اللوحة قدامكم، صغارا وكبارا كلنا سوا بهالتطواف إذا بدي أقول هالزياح، وعم نمرق بهيدي الطريق تنوصل إلى عرس القيامة، الصليب وعرس القيامة. مشان هيك باللي عم بتشوفوا المشهدية وراي، تنضحني بالزوفة فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. نحن بعلاقة تطهير بدنا نشتغل على أنه ننقي قلوبنا، ننقي نوايانا، أفكارنا، لساناتنا، نظرتنا بالمجتمع ما تكون نظرة مشوهة. شوفوا شو عم بصير حوالينا، بتعرفوا أنه عالمنا بحالة انهيار. شو بده لحتى يرجع عالمنا يتصالح مع ذاته؟ أول شيء نتصالح مع الآخرين. اذهب وصالح أخاك ثم عد وقرب قربانك. نتصالح مع الله، نتصالح مع ذاتنا، ونتصالح مع الخليقة. فإذا أربع أنواع مصالحات نحن بحاجة نعملها. أول شيء مصالحة مع الآخر، مع الذات، مع الله المجد له، ومع الخليقة اللي نحن. تخيلوا معي حرب نووية كيميائية أو شو ما كان، شو ممكن يصير بكل هالخليقة، بكل هالعالم اللي نحن أعطينا هذا العالم تنحبه حتى نعيش من وراء. فمشان هيك بجرن المعمودية بدنا نرجع نكتشف مواعيد عمادنا، نرجع نتذكر. مش بس بدنا نتذكر، أذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود، أذكر يا إنسان أنك من الله وإلى الله تعود، أذكر يا إنسان أنه أنت خلقت على كف إيد الله، تراباتي تذكر ملامسك الأولى، ونفخت روح الله وتهتدي. مشان هيك هون بدنا نولد مثل ما ولدنا من جديد بالمعمودية، من جرن المعمودية، من رحم المعمودية، بدنا نولد من رحم الله. مشان هيك بنقول ارحمني يا الله، يعني ولدني من جديد، جاي من كلمة رحم. وعم نشوفها هون، بدي ابيض، بدي قلبي يبيض. مثل ما عم بتشوفوا كمان أكيد بزمن الصوم في ثلاث صادات، صاد صلاة، صوم، وصدقة. ما حدا بيقدر يقول أنا صايم إذا ما بيصلي، ما حدا بيقدر يقول أنا صايم إلا إذا بيتصدق. مشان هيك عم نشوف صندوق الفقير، الرب يحب المعطي المتهلل، بس بدنا نعطي، بدنا نعطي بفرح. عملت مرة شيء اسمه يوم التدخيت العالمي، يعني كل شيء موجود على التدخيت أنا بدا مش شايفه أو أنت مش شايفتيه، صار له سنة وسنتين وخمسة وستة يمكن ما بنعرف. هذا مش إلنا، هذا للفقراء. قديش حلو إخوتي نعرف نعطي، نعطي من وقتنا، نعطي حب، نعطي نظرة حنان، نعطي مدة إيد. مد يسوع يده ولمس الأبرص وقال لقد شئت فكن طاهرا. بدنا نتطهر، بدنا الله يمد إيده، ونحن بدنا نمد إيدنا كمان للناس. عطاياك لا متناهية ويداي صغيرتان، أسكب فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فراغ. أنت بتفتح إيديك الله بيعبيهم، الفقير بياخد منهم والله بيرجع بيعبيهم. مشان هيك عم نشوف هالمسيرة كلها نحو الصليب، عرس الحمل. قلت لكم بعرس قانا وعرس الحمل. بعرس قانا يسوع قال لهم عبوا الأجاجين مي، عبوها مي، اطلع بالمي، خجل المي، حمر خدود المي فاستحالت خمرا. وبعرس الحمل خميس الأسرار والجمعة العظيمة، تخيلوا أنه المي اللي تحولت لخمر بعرس قانا تحولت بخميس الأسرار للدم يسوع المسيح، وقد افتديتم بدم نفيس. كيف بدنا نعرف هالشي؟ من خلال القربان. أنا بستغرب إخوتي، وين شبيبتنا؟ وين ناسنا؟ وين القربان؟ من أكل جسدي وشرب دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. سو ويننا اليوم؟ ليش غيبين عن القداس؟ ليش غيبين عن ربنا؟ وهون بقلكن بالنهاية في الصليب، على الصليب الله عطى ذاته، دفق من جنبه ماء ودم، علامة الحياة
وساعتها انفتحت الجنة اللي كانت مسكرة بوجه آدم وحواء من طعنة جنب يسوع، فتحت باب الجنة. مشان هيك أنا عطشان. لمين عطشان الرب برأيكم؟ إلا لنفوسكم، لخلاصكم. مشان هيك زمن الصوم فتشوا عن خلاص نفوسكم وخلاص من تحبون. إذا أنت عم تسمعني أو أنت عم تسمعيني بسألكم، رح توصلوا هالحديث للي ما عم بيسمع، للي قلوبهم متحجرة، قلوبهم يابسة، قلوبهم مسقعة؟ رح ننكزهم، رح نقلهم شوفوا شو عم بصير، العالم تعبان، العالم جوعان، ويسوع جوعان وعطشان على الصليب. فلنقبل إليه ولنسمع له. أنا بدي أقلكم إخوتي، بزمن الصوم هو سينودوس، مسيرة. تعوا تنمشي دروب الحياة سوا، نكتشف قديش حلو الرب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب بكلمته، بدرب الصليب اللي بنعملها كل نهار جمعة، بالكلمة، بالإنجيل، قراءة الإنجيل، أكاديمية الإنجيل. عم بعمل كل ثلاثة وخميس أو الأربعة هلأ بزمن الصوم أكاديمية الإنجيل. كيف أحب بده يسمع، كيف بده يغتني بكلمة الله، كيف بده يتفاعل مع كلمة الله. كل هيدول بحطهم أمانة بين إيديكم. بتمنى وبترجى أنه ما يمرق هيدا الزمن إلا ونكون كبرنا بالقامة، بالنعمة، بالحكمة قدام الله والناس. الله يبارككم. عنا كتير إشياء نخبركم إياها. إذا كنتوا عم تسمعوا بتحبوا تسمعوا أكتر موجودين، وبحب لكم قلوبنا مفتوحة. صلاة، صوم، صدقة، غفران، غفروا تربنا يغفر لكم، مدينوا تما تندينوا، وأكتر شيء تصالحوا مع ذاتكم ومع الآخرين ومع الله ومع هالخليقة. الله يبارككم. الله معكم. المجد للآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. أمين.